السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم قراءة لعزيزي برج الحوت الشمسي والقمر والطلع لشهر جوان أو يونيو أو حزيران. ولا تنسوا أنها قراءات عامة ومعممة، قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا، وقد لا تنطبق على البعض الآخر. لذلك لا تنسوا استشارة برجكم الشمسي والقمر والطالع. غادي نشوفوا القراءة وغادي نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة، وكنتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب. ولا أتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة، بل في حياتكم يا رب. أتمنى لكم حظ سعيد. لنبدأ. بسم الله. غادي نخليوها ما دامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها، خليوها هنايا. عزيزي برج الحوت، في هذا الشهر انا ارى كثرة الرزق المادي، ستتلقى مبلغ معين من المال لكن خارج الراتب الشهري، اذا كنت يعني كتشتغل، اذا كنت تعمل، واخا يعني مال اضافي، ان ارجون اكسترا، واخا هو يعني هذا المال هو عطاء ورزق مادي سماوي، واخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر. واخا لنواصل، هذه حتى هي تريد ان تتكلم، فتعالي معي، اجي معايا. هذه كذلك تريد ان تتكلم، نعم طاقة نارية، كنشوف هنايا طاقة نارية. البعض منكم يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان، البعض منكم يعني تخلى عن الحلويات والنشويات والمعجنات، بغيت تضعفوا. مزيان مزيان، اذا لنرى ما هي طاقة المرتبطين. حتى هذه بغات تهضر. بيانفوني بيانفوني مدام. لنواصل. عزيزتي بالنسبة للمرتبطين، أنا أرى أنك أحيانا تشك في الحبيب، تشك في الحبيب لأنه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار، نعم، وهذا ليس لأنه لا يحبك، بل فقط عدم الثقة. هو يراك أنت يراك أنت بحال انسان مقدس، يراك يعني انت انسان يعني في الاعلى، يعني في العرش، نعم، يراك كالنجمه يعني عاليه، وهو يعني يرى نفسه يعني بحال الا انت جالسه في العرش وهو قدام رجليك، فهمتوني؟ يعني هو يحس بعدم الثقه، وكيحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه. إذا أسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني أسباب مادية، واخا، وليست عدم الحب وهذه الأشياء التي تفكر فيها أنت، واخا يعني. البعض منكم، أنا ما زلت مع المرتبطين، البعض منكم بالنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة في السر، يعني تعيشون يعني علاقة في السر، ربما هناك يعني أحدكم يعني مرتبط أو متزوج، لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين، ما زلتم مع المرتبطين، عندكم علاقة في السر. وأنا أتكلم عن الرجال والنساء دائما، ما تنسوش أن قراءاتي معممة، كنتكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل، واخا. لنواصل، نحن ما زلنا مع المرتبطين. قلنا أن المرتبطين البعض منكم هناك شك، لأن الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار، لكن هي فقط عدم الثقة. والبعض الآخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون علاقة في السر، نعم، وأنت تحتاج لأن يعني لأن يوضح لك يعني ما مصدر هذه العلاقة، يعني عييت انتيا وماذا سيفعل بالطرف الآخر، واخا. والطاقات
بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية، واخا بالنسبة للمرتبطين طاقة نعم ترابية ونارية، واخا بالنسبة للمرتبطين. والآن سنرى ما هي طاقة العزاب، ماذا يحدث مع العزاب. وبالنسبة للعزاب أنا يعني أنا بالنسبة العزاب هذه بغات تهضر نخليوها. العزاب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة، يعني كان المطلقون والأرامل كذلك أنا يعني ينتمون لمجموعات العزاب بالنسبة لي. واخا يعني بالنسبة لي العزاب هم من ليست لديهم علاقة، كان مطلقون أو أرامل، كانوا أرامل أو كان يعني ما تزوجوش في حياتهم، فهمتوني ياك؟ واخا إذا لنرى ماذا يحدث مع العزاب. ماذا يحدث مع العزاب؟ عزيزي العازب، كنت مطلقا أو كنت أرملة أو عازبة أو عازب، أنا أتكلم مع الرجال والنساء من جديد. كنشوف أن إنسان من الماضي سيعود، شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك أبدا، لم يخطر على بالك أبدا أنه سيظهر في حياتك هذا الإنسان، واخا ويريد يعني بداية معك، يريد بداية معك. البعض منكم ربما سيرفضون هذا الإنسان، سيرفضون، لكن هذا الإنسان قد يكون زوج، يعني زوج بالنسبة للمطلقين ربما هو زوجك، يعني زوجك، نعم كان زوجك الآن لا، هذا الإنسان سيعود ويعني ويريد بداية معك. والآخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوا، وإن لم تكن يعني تجمعكم يعني ما كان عندك حتى شي حاجة مع هذا الإنسان، لكن كتعرفوا من الماضي ولم تجمعكما أي علاقة، ويريد الآن بداية معك، وهو معجب بزاف، معجب ومهتم بك بزاف بزاف، نعم ويريد بداية معك. لكن أرى أن يعني أنتما ربما سترفضون هذا الإنسان، هذا الشخص، لكن هو معجب بزاف بزاف بكم، معجب بزاف، لكن أنت سترفض هذا الإنسان، سترفض هذا الإنسان، لا أدري لماذا، لكن أنت يعني أراك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريد حتى رؤية هذا الإنسان. مهم شرحوا لي أنتما لأني يجب أن أتابع القراءة، واخا لكن هذا الإنسان يريد أن يهب لك حبه وأنت لا تريد حتى رؤيته، حتى وإن كانت عن معه يعني بالنسبة للمطلقين إذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته، لكن بالنسبة للعزاب هو فقط شخص يعني كتعرفوه، لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون. مهم شرحوا لي أنتم في التعليقات ماذا يحدث، لأني لا أفهم، لا أفهم، لكن هذا ما يقوله الطرط، هذا الإنسان معجب يعود من الماضي، لكن أنت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ولا تريدنا هذا الشخص، لا تريدنا هذا الشخص. مهم. والآن لنرى ما هي طاقة المنفصلين، ماذا يحدث مع المنفصلين. واخا بالنسبة للمنفصلين عزيزتي أنت تطلب العدالة، تطلب العدالة، يعني أنت طاقتك هي التعب والإرهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى تتنفس، لا يمكنك حتى التنفس، وأنت تدعو الله يعني العدالة، تدعو الله يعني أن تحدث معجزة، يعني هناك ظلم، نعم هناك ظلم، وأرى يعني حزن وبكاء، يعني كي كتسد الباب عليك وكتبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد، نعم وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي، تعاني بزاف في صمت. أتذكر الآن أني لم نسيت ما قلت، الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية، واخا
طاقه مائيه وهوائيه بالنسبه للعزاب، مائيه وهوائيه. مائيه عقرب حوت مفلوك او سرطان، وهوائيه دلو ميزان وجوزاء. واخا هذا بالنسبه للعزاب. لنواصل، قلنا ان طاقتك بالنسبه، نحن دابا مع المنفصلين، طاقتك هي الحزن، كتبكي بزاف و يعني عييت بزاف، عييتي وتعاني في الصمت، تعاني في الصمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر، لا تخبر احدا، يعني كتخبيها غير لراسك. نعم، هذا يعني هذا الحزن الكبير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحوت جعلك تفكر، يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة. نعم، وعييتي من هذا الانتظار الطويل، عييتي وتطلب يعني هذه العدالة السماوية، وهذه أنت يعني الحكمة، بدأت تتصرف بحكمة وتفكر في نفسك قليلا، لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الإنسان، يعني سيبقى نغمال، هذا غير عادي، يعني هذا الإنسان ظلمك بزاف. نعم، أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار، يعني لم تستسلم، كتحبه بزاف ولم تستسلم، لكن لم ترى أي نتائج، لم ترى أي نتائج يعني إيجابية، فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم. نعم، أنت عشت ظلم، ويعني وهذا تفكير في هذا الحبيب ليل نهار، ترى أنه يعني يسرق من طاقتك، يعني كيفاش كنقولوا، يعني نزف نزف نزف، مهم ما ديروش عليا وما تضحكوش عليا، يعني استنزاف. نعم، استنزاف الطاقه، يعني بقيتي بلا طاقه، ميتين بو مي با ريسبيري، يعني ما كتقدرش حتى تنفس بسبب هذا الالم. والان بدات انت تركز، يعني انت تصرفت بحال مجنون، انت يعني هذه كارت، يعني الكفاح من اجل هذا الحبيب والاصرار، وهذا كارت المجنون، يعني البراءة ديالك تجعلك هكذا تتصرف، يعني كتبع غير قلبك. نعم، ودابا الامبراطور تريد ان تتحكم في هذه الوضعية، يعني كارت الامبراطور تريد ان تكون انت امبراطور حياتك، يعني انت من يسيطر على حياتك وليس هذا الألم وهذه المشاعر التي يعني ما كتديك حتى لشي بلاصة، فقط البكاء والحزن. واخا أنا كتأثر بزاف لأني أحس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف. واخا إذا لنرى الآن ماذا ستفعل عزيزي، بداية جديدة. أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى، بداية جديدة، ما زلت تحبه، ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل، هو كذلك يحبك، لكن هو يعني طاقته هو العاشق الأناني. نعم، دابا نشرح لكم، أنت طاقتك الآن هي التغيير. ماذا يعني ذلك؟ يعني الاختفاء، أنت الاختفاء والعزلة، هذا يعني ستتحرك، هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى. لماذا؟ لتدافع عن نفسك. نعم، هذا كارت الشيطان تقول الحركة، لكن حركة مختلفة. نعم، حركة مختلفة لصالحك. نعم، أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا، واخا تفكر في نفسك، يعني بدأت تحب نفسك قليلا. وماذا سيحدث مع هذا الحبيب؟ ماذا سيحدث هذا الحبيب؟ يعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته، لأن يعني اختفاؤك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله، يعني هذه أنانية العاشق من جديد. نعم، لماذا؟ لأنه هو دائما واثق أنك هناك، دائما هو دائما هناك ويفعل ما يشاء.
يمشي ويذهب ويعود، لأنه يعرف أنك دائما تنتظره مثل كما أقول دائما مثل ماء البئر. يعني هو عندما كيعطش، عندما يعطش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرب. والآن أنت صرت مثل النهر، يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر. نعم، وهذا سيجعله هو يعني نعم. شوفوا الله سبحان الله العظيم، شوف يعني يعني أنا أقشعر، يعني شوفوا إيش غادي يدير، الحركة غادي يجي بحال الحمق العربة، يعني سيتكلم ماشي غادي يتكلم، سيأتي يعني هناك تواصل أكيد. لماذا؟ لأنه يتألم، ذكر المشاعر والمعنويات ديالو، لأنك لست هناك. ماذا سيفعل؟ العربة سيتصل بك. كانت قراءة جميلة جميلة وقوية. الله، بالنسبة لطاقات المنفصلين هي طاقة مائية وكذلك هوائية، مائية وهوائية، ياك؟ نعم، مائية وهوائية وكذلك نارية، مائية هوائية ونارية. نعم، لكن المهيمنة هي المائية والهوائية. واخا كانت قراءة جميلة، كانت قراءة جميلة وقوية بزاف. الله الله، أحس بهذه الطاقة. الله، كانت قراءة مؤثرة، قراءة جميلة ومؤثرة، جميلة بزاف. كنتمنى هذه القراءة تكون يعني تساعدكم، أتمنى أن تساعدكم. يعني القراءات، قراءة الطاروت لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب أن تعيشوا، لكن تعطي لكم إشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة، خاصة الحياة العاطفية. وسنرى ما هي النصيحة السماوية وملائكة الحب تقول. أنت لديك القدرة، أنت لديك القدرة، استعمل قدرتك لإيجاد حلول لهذه الوضعية، يمكنك فعل ذلك. واخا وهذه كتقول تعطي فرصة لهذه العلاقة، يعني امنحي له وقت، امنحي للحبيب وقت، امنحي لحبيبك وقت، امنح لحبيبك وقت. واخا أنت تستحق الحب، تستحق الحب، أنت تستحق بأن يحبك، تستحق بأن يحبك. يعني ما رأيناه في القراءة، يعني خصك تقدر نفسك أنت، ما دام الآخر لا يقدرك فقدر أنت نفسك، فأكيد أنه سيغير يعني عقليته، هو سيبدأ في تقديرك. واخا كنتمنى لك، كنتمنى يا ربي تستفدوا من هذه القراءة وتساعدكم ولو قليلا، وكنتمنى لكم الخير يا رب. كنتمنى الله يحميكم، الله يخليكم ليا، كنحبكم بزاف، كنحبكم بزاف. شكرا على التعليقات ديالكم، حتى انتم كترفعوا من معنوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف، كنحبكم بزاف. انا اعرف انها يعني كلامكم كذلك صادق، وكذلك انا مشاعري صادقة تجاهكم، كنبغيكم والله العظيم كنبغيكم، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى لكم بالخير، اقولها 3 مرات باش تحقق يا ربي الحبيب. شكرا لكم والله يحفظكم.